الموت، إنها كلمة مكونة من ثلاثة حروف فقط، سهلة النطق لكنها تهز القلوب الحية وتقض المضاجع. فقدان شخص عزيز أمر في غاية الصعوبة، رغم أن الموت هو الحقيقة المطلقة في هذه الحياة وهو مصير كل حي، إلا أن مشاعر الحزن والشعور بالفقد قد تكون أحيانا قوية وفق قرابة الشخص المتوفى من الأشخاص الذين يعانون مشاعر الحزن والفقد. عادة ما تكون ردة الفعل الأولى عند المقربين من الشخص المتوفى الشعور بالإنكار وعدم التصديق، فهم لا يصدقون الخبر. هكذا هو الحال عندما أعلن عن وفاة الفريق متقاعد عبد الحميد حجي، ذلك القامة الكبيرة في المجال العسكري والرياضي وعلى المستوى الإنساني والإداري، والذي تولى عددا من المناصب في وزارة الداخلية التي أمضى فيها معظم مسيرته المهنية، منها مدير كلية الشرطة ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور، قبل أن يعين عقب تقاعده من وزارة الداخلية في منصب محافظ حولي ثم محافظ الفروانية، وتبوأ مناصب عدة في المجال الرياضي، منها رئيس الاتحاد الرياضي العربي والدولي للشرطة، ورئيس الاتحاد العربي للسباحة، ورئيس المكتب التنفيذي لدى الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، إضافة إلى شغله منصب رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة وعضو مجلس إدارة نادي السالمية ونائب الرئيس. رحل العم عبد الحميد حجي عن دنيانا تاركا لنا طيب عمله وحسن سيرته ونقاء سريرته وأجمل ذكرياته.